أجمل ما قال مارك توين عن الحياة: ما أسهل الإقلاع عن التدخين، لقد فعلت ذلك مئات المرات. لم أترك دراستي تفسد علي تعليمي. عندما تكره المرأة رجلا لدرجة الموت، فاعلموا أنها كانت تحبه لدرجة الموت. خداع الناس أسهل من إقناعهم أنهم قد خدعوا. الشجاعة لا تعني انعدام الخوف، وإنما مقاومته والسيطرة عليه. من السهل أن يكون لديك مبادئ عندما تكون بطنك ممتلئة بالطعام. تدوم الصداقة ما لم يتخللها اقتراض الأموال. تخطئ المرأة فيغضب الرجل، فتبكي المرأة فيعتذر الرجل. عند قول الحقيقة ليس عليك أن تتذكر أي شيء فيما بعد. لا تقل الحقيقة أبداً للأشخاص الذين لا يستحقونها. الحب هو عندما يعرف شخصان كل شيء عن بعضهما البعض وما زالا صديقين. يتطلب الأمر أن يتعاون عدوك وصديقك معاً لإيذائك، أحدهما للافتراء عليك والآخر لإيصال الخبر إليك. لا يمكن أن تكتمل الفرحة إذا لم يكن لديك من تتقاسمها معه. الحب ليس نتيجة حسابية ولا منطقية لأي شيء، إنه يحدث وفقط. القلق يشبه سداد دين لست مدينا به. صاحب الفكرة الجديدة مجرم إلى أن يكتب لفكرته النجاح. كن حذرا وأنت تقرأ كتب الصحة، فقد تموت بخطأ مطبعي. من لا يستطيع القراءة أفضل ممن لا يريد أن يقرأ. امتلاكنا للشيء يقلل من سعادتنا به. علينا أن نصنف اللغة الألمانية كلغة ميتة، فالموتى فقط يمتلكون ما يكفي من الوقت لتعلمها. لا توقظوا المرأة التي تحب، بل دعوها في أحلامها حتى لا تبكي عندما تعود إلى الواقع. لولا الحمقى لما حقق العقلاء أي نجاح. امنح كل يوم الفرصة لأن يكون أجمل أيام حياتك. العدو العاقل يسبب لنا أذى طفيفة، أما الصديق الأحمق فهو الدمار الشامل. تنبع الفكاهة من الحزن لا من السعادة. آلاف من العباقرة عاشوا وماتوا دون أن يكتشفهم أحد أو حتى يكتشفوا أنفسهم. لا تقل الحقيقة لمن لا يرقى إلى مستواها. يولد الناس ثم يؤلم بعضهم بعضا ثم يموتون. ملخص الحياة بالنسبة لي: لقد عاهدت نفسي ألا أدخن وأنا نائم. الواقع أغرب من الخيال، لأن الخيال يجب أن يحتوي على بعض الواقعية. الكتب هي لمن يريدون التواجد في مكان أو زمان آخر. الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يخجل، لأنه الوحيد الذي يفعل ما يخجل. ليس هناك أصدق من رجل يعترف لنفسه بأنه كاذب. لا تؤجل إلى الغد ما يمكنك فعله بعد غد. حتى وإن أهملت في مظهرك، حافظ على أناقة روحك. من الأفضل لك أن تغلق فمك وتترك الناس يظنون أنك أحمق، بدلا من أن تفتحه فتمحو كل شك. أن تأخذ ما ليس لك أفضل من تركه مهملا. أهم يومين في حياتك هما اليوم الذي ولدت فيه واليوم الذي تكتشف فيه لماذا أنت ولدت.
هناك العديد من وسائل الحماية الجيدة من المخاطر، ولكن أضمنها هو الجبن. أحد الاختلافات المذهلة بين القطة والكذبة هو أن القطة لديها 9 أرواح فقط. الطريقة الوحيدة للحفاظ على صحتك هي أن تأكل ما لا تريده، وأن تشرب ما لا تحبه، وأن تفعل ما لا تفضله. المشكلة ليست في الموت من أجل صديق، ولكن في العثور على صديق يستحق الموت من أجله. لا تجادل الأغبياء أبداً، فسوف يسحبونك إلى مستواهم هناك في الحضيض، ثم يهزمونك بفارق الخبرة. البنك مثل الصديق الذي يقرضك مظلته عندما تشرق الشمس، لكنه يريد استعادتها منك في اللحظة التي يبدأ فيها المطر. تجوب الكذبة نصف العالم إلى أن تنتعل الحقيقة حذاءها. الخيال مضطر إلى التمسك بالاحتمالات، لكن الحقيقة ليست كذلك. أفضل طريقة لإسعاد نفسك هي محاولة إسعاد شخص آخر. أخبرني عن عائلة الشخص وأصدقائه ومجتمعه، وسأخبرك عن آرائه. الصديق المناسب هو الذي يقف معك عندما تخطئ، لأن الجميع سيكونون في صفك إذا كنت على صواب. عليك أن تعرف الحقائق أولاً حتى يمكنك القيام بتزويرها. إذا وجدت نفسك مع الأغلبية، فقد آن أوانك للتغيير.